السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تعلم أم يارا. وصفة اليوم عبارة على خبيزات أو فطائر للأطفال للمدرسة، كيجيو هشاش ورطبين وكيجيونا رائعين على بركة الله. غدا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو 100 مليلتر ديال الحليب يكون دافي، وكنحتاجو 2 معالقات ديال السكر، وكنحتاجو الخميرة ديال الخبز، وكنحتاجو 100 غرام ديال الدقيق الابيض. غدا نخلطوا الكل مزيان حتى ندمجوا لنا المكونات مع بعضياتهم. غدا نخليو الخليط حتى كيتفاعل لنا ويضعف الحجم ديالو. لما تفاعل لنا الخليط غدا نزيدو عليه 260 مليلتر ديال الحليب، اي كاس مملوء من الحليب العبار بكأس ديال الماء او كأس ديال المناضة كما كتشاهدوا. وغدا نزيدو السكر على حسب الذوق، انا خدت هنا كأس غير مملوء. وغدا نخلطو الكل مزيان. بعد ما خلطنا الكل غادي نزيدو الساشي ديال الفاني، الملح رانا ضفتها، وغدا نزيدو بيضه كامله وبيض ديال البيضه. وغدا نخلطو الكل مزيان حتى يندمجوا لينا المكونات مع بعضياتهم. عاد غادي نزيدو الدقيق الابيض تدريجيا، الدقيق دائما حسب الخليط حيت كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. غادي نزيدو الدقيق الابيض كما قلت لكم يكون نوع جيد دائما حسب الخليط. وغدا نخلطو الكل مزيان، وغدا نبقاو نزيدو بشويه بشويه حتى كنحصلو على عجينه كتكون مرخوفه، ما تقصحوش العجينه. غادي ناخذ كما كتلاحظون راه زدت الدقيق الابيض، ما كفانيش في الاول، انا زدت واحد الرشيشات ديال الدقيق صافي حتى كنجمع لينا العجينه. هذا هو القوام اللي حصلنا عليها، كتكون كتلصق لينا في اليدين كما كتلاحظوا، كتكون مرخوفه بزاف. دابا غدا ندلكها واحد شويه، ندلكوها غدا ناخذوا حبيبات ديال الشوكولاط وغادي نوضعوهم في العجين بهذه الطريقه، وغادي ندخلوا الحبيبات في العجين بهذه الطريقه. غادي ندلكها غير باش دوك الحبيبات ما يبقاوش جهه واحده، باش يتوزعوا لينا في العجين كامل. دابا غدا نخليوها تخمر حتى يضعف الحجم ديالو. بعد ما خمرات غدا نبسطوها شويه وغدا نشكلوها على شكل حربول. بعد ما شكلناها على شكل حربول غدا نقطعوها قطع متساوية. بعد ما قطعناهم
قطع متساويه. غادي ناخذوا القطعه الاولى وغادي نبسطوها ونشكلوها على شكل كويرات كما كتشاهدوا على هذا الشكل هذا. صافي غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل. بعد ما شكلتهم كويرات غادا ناخدو صفيحة الفرن اللي دهنتها بالقليل من الزيت نباتية وغادا نوضعو الكويرات ديالنا نستفوهم في اللاطة أو صفيحة الفرن. بعد ما استفتهم في صفيحه الفرن غادي نبداو نبسطوهم بيدينا بهالطريقه وغادي نخليهم يخمروا حتى يضاعف الحجم ديالهم. بعد ما خمروا لينا غادي ناخذوا صفر ديال البيضه مع قليل ديال الحليب وغادي ندهنوا الخبيزات او الفطائر ديالنا بجميع الجهات. دابا غادي ندخلو الفران درجة حرارة 180 درجة ونتلقاو نوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر او الخبيزات اللي عملت معكم اليوم. كنتمنى تجربوهم، راه كيجيو رطبين وكيجيو هشاش وكيجيو رائعين صراحة، يستحقوا التجربة وكيوجدوا لنا في ظرف وجيز. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ما هو جديد، تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم، وما تنساوش لينا اللايك. مع السلامة، فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.